السلام عليكم. طلب طالبات ديال الايكونومي اقتصاد غدنا اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على الماده ديال الكونتابيليتي دي سوسيتي كونتابيليتي دي سوسيتي ديال اسكات. هذه الماده هذه اللي هي رئيسيه، والحاجه بغيت نهضر لكم عليها هي لا كونتابيليتي اللي تبعها واحد الكتيب صغير اللي هو البلان كونطابل جينيرال. هذا ديما تابعنا سواء في الاس 1 او الاس 2 او الاس 3. فهذا الكتيب البلان كونطابل ماروكا ضروري خصنا نكونوا يعني فاهمينه ماشي حافظينه. وهذا ملي كنكونوا فاهمينه كنقدروا نفهموا الكونطا جينيرال، الكونطا اناليتيك، الكونطا سوسيتي، الكونطا ناسيونال، المهم الكونطا ديال الايكونومي كامله. الوغ هذا هو البلان كونطابل. هذا البلان هذا ان شاء الله غادي نديروا عليه واحد الفيديو نشرحوا من لا كلاس الاول حتى لكلاس 8 ان شاء الله، باش اننا نقدروا نعرفوا يعني كيفاش غادي نقراوه، كيفاش غادي نفهموه. صافي، اول حاجه غادي نديروا واحد التعريف كيبدا المقدمة عليه بالنسبة لهذا الكلاس هذا اللي كما كتشوفوا معايا هنايا ال كونت دو فينونسمون بيرمانون. هذا الكلاس الاول. هذا الكلاس هذا كيعني يعني عندنا واحد تناخذ واحد التمويلات اللي هي دائمة، فينونسمون بيرمانون، لغة التمويلات اللي هي دائمة ولا مستمرة. هذا الكلاس هذا يعني فيه كنخدمو، علاش سميناه بيرمانونت؟ يعني اكثر من سنه، اكثر من سنه. نروح نفترضوا واحد لونتربريز، يعني بغينا نديرو لا كرياسيون دو لونتربريز. اشنو خصنا في هاد لا كلاس هذا؟ خصنا التمويل، يعني خصنا واحد التمويل اللي هو دائم، اللي هو يعني فوق مهام لونغ تيرم، مدة طويلة. دونك في هاد لاكلاس هادا تيخصنا فلوس، تيخصنا التمويل، تيخصنا اللي يعطينا الفلوس باش اننا نديرو المشروع ديالنا، باش اننا نديرو المقاولة ديالنا، باش اننا نديرو الشركة ديالنا. دونك هاد لاكلاس الثاني نفترضو مثلا لقينا اللي يعطينا مثلا الفلوس، جبناهم من البنك مثلا على شكل ديت دو فينونسمون، ديون، تمويل. الكلاس الثاني شنو كيخصنا؟ كيخصنا لي زيموبيليزاسيون، كيخصنا عموما كيخصنا تجهيزات باش اننا غادي نجهزو هاد لونتربريز هادي، ولا باش غادي نخدمو يعني اكتيف ايموبيليزي، شي حاجه ايموبيليزي يعني تنقصدو بها شي حاجه اللي هي ستابل، اللي هي مستقره في ملك الشركه، ماشي مستقره يعني جالسه على الارض ولا، رغم مستقره كنقصدو بها يعني في ملك الشركه. فيها لي زيموبيليزاسيون او نو فالور، فيها لي زيموبيليزاسيون انكوربوري، لي زيموبيليزاسيون كوربوري، لي زيموبيليزاسيون فينونسيير، يعني عندنا او نو فالور يعني اللي ما عندهاش واحد القيمه، بحال مثلا لي فري دو كونستيتيون، تكاليف التاسيس، لي فري دو بوبليسيتي. عندنا انكوربوري يعني ما عندهاش واحد الجسم غير مثلا غير ملموسه، فوند كوميرسيال، المارك، برو دووا دي فالور سيميلير. هنايا عندنا عاوتاني زيموبيليزاسيون كوربوريل، شي حاجه اللي عندها واحد الجسم، تيرا لي كونستركسيون، لاستالاسيون تكنيك، لي ماتيريال، لي اوتياج. عندنا لي ماتيريال دو ترونسبور، يعني شي حاجه اللي عندها واحد الجسم. دونك هنايا عاوتاني غادي نشوفوا لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. دونك فهذا ان شاء الله غادي نشوفوا بالنسبه للاسكات، بالنسبه للطلبه ديال الاسكات غادي نشوفوا لي كونط اللي كنستعملوا بالنسبه للطلبه ديال الاسكات، وغادي نشرحهم. وبالنسبه للطلبه ديال الاس 2 غادي نشوفوا لي كونط اللي غادي نستعملوا، وغادي نشرحهم باش ملي يطلع الاس 3 عاوتاني شوف لي كونط اللي كنستعملوهم وفهمهم، خدهم معاك وانت غادي حتى كتكمل المسار الدراسي ديالك وتكمل هذا البلان هذا. لو بالنسبه لهنايا عاوتاني عندنا الكلاس الثالث، كلاس الثالث كون اكتيف سيركيلون.
كونتاكتي في سيركيلون، فيه لي ستوك هاد لاكتيف هذا، كندخلو مثلا المواد باش غادي مثلا الا كان شي واحد غادي يدير تجاره كيدخل السلعه اللي غادي يخدم بها لي مارشانديز. اي نفترضوا حنا بغينا نديرو مثلا واحد الشركه ديال الطوموبيلات، خصنا ندخلو الطوموبيلات اللي غادي نبيعو لي مارشانديز. هاد لا كلاس هذا تيكون اقل من سنه. علاش اقل من سنه؟ لان تندخلو ديك لي مارشانديز ديالنا باش غادي نبيعوهم، ولكن ما غاديش نتسناو حنايا حتى تفوت سنه عاد غادي نبيعوهم، خصنا نبيعوهم في شهر، في شهرين، 3 شهور، حتى 9 شهور، يعني حتى 10 شهور، يعني ما تفوتش 12 شهر، ما تفوتش عام. ملي تفوت عام هنايا تنهضروا على تتولي ايموبيليزي. كاين هذه سيركيلو متغيره كتغير، كندخلوا السلعه كتجي عاوتاني سلعه جديده، كنعاودوا نخرجوا هذيك وندخلوا حنايا غادي تنبيعوا ونشريوا. دونك الكلاس كات عند الباسيف سيركيلو، هاد هاد الكلاس هذا تنخرجوا فيه ل سميتو لي ديت اللي عندنا، لي ديت اكورد تيرم، يعني تتسنى واحد الفورنيسور، تتسنى مثلا تيفيات، تتسنى شي حاجه اللي هي اكورد تيرم، يعني في قل من عام ونخرجوها، نخلصوا الموظفين، كنخلصوا ل سميتو لي فورنيسور، كنخلصوا تيفيا، كنخلصوا يعني شي حاجه اللي اكورد تيرم. الكلاس 5، الكلاس 5 عندنا لو كون دو تريزوري، تنهضروا على تريزوري تقصدوا بها الخزينه، الخزينه ديال الفلوس. وهذا الكونط هذا فيه فيه فين كان منين كنجيبوا الفلوس باش اننا كنخلصوا هاد الموظفين، باش اننا كنخلصوا هاد الفورنيسور، باش اننا كنخلصوا يعني دوك الناس اللي كيخدموا معانا. منين كنجيبهم؟ واش بار بونك، واش بار شيك، واش بار واش اسبيس، واش يعني منين المصدر ديال المال، من اين يعني مصدر او المنبع ديال المال، من اين اتى. هنا الكلاس 6 عندنا فيه لو كون دو شارج، كون دو شارج. لوغ لي شارج، ملي تنهضروا على لي شارج، هاد لي شارج هادو تنقصدوا بهم يعني التكاليف او تحملات، التكاليف او تحملات. شارج ديكسبلواتاسيون، تنهضروا على لي شارج ديكسبلواتاسيون، يعني قمت انا بواحد لوبيراسيون، بواحد العمليه. شارج شريت ستيلو، شريت شي حاجه يعني ملموسه، شريت كتاب، شريت تليفون، شريت